مش عندنا، عندنا احنا نقولوا الكسكسي، وعندنا شخشوخه. الشخشوخ تتفر، وشخشوخه عندنا خلينا نقولها ناعمه رقيقه، شخشوخه باللحم. وعندنا تريده، وعندنا عندنا ديك احنا نقولوا ناعمه، ما عرف كنتم ما تقولوا لها رقاق، الناس بس كيقولها رقاق. شخشوخه كيفاش تيب هذاك؟ كيفاش تيب؟ طيب هكا طيب كما قالت لك. قول لنا، عاود لنا انت، عاود لنا باش تيب يا حاج؟ باللحم، بالدجاج ولا باللحم تاع الغنم، وخضره وحمص، وندير فوروها ونزيدو نوليو ونحطوها في الطبق وناكلوها سقي وناكلوها. المرأة اللي تحب تكون ناجحة في دارها مع زوجها أولادها، لازم تعرف الطيب هكا ولا؟ لازم تعرف الطيب، ولازم تعرف التقليد تاع الطيب تاعنا حنا، وتاع هكا هكا تاع بسكرة يديروا تشيشة. إيه عندهم لي بلا، عندهم رقاق يقولوا له، وعندهم واش هذاك سمعايا الاخرين هذوك اللي دارتو بالمهريات كيف يقولوا له صبيطي. عندهم انتم الكسكسي نتاعكم كيما التونسي طيبوا؟ لا كان احنا لا مو زي تاعكم، يجي لك تاعكم. لا احنا نديروا لاصوص تاع اللحم وكلش، ونديروا الكسكسي نفوروها فورها لا بروميير فوا، نزيدو ندير نشربوها ونزيدو نفورها لا دوزيام فوا، ومن بعد نديرو لها الزبده وشويه ملح، ومن بعد نسقيوها، بعد نحطها وحدها. ولدي حاجه قداش عندك في تونس توا؟ قداش عندك؟ كيفاه؟ قدا عندك ملي في تونس؟ قداش من نهار؟ انا عندي اليوم خمس ايام برك جيت توغيس. رحتش لبلابي تونسي؟ لبلابي لا احنا في اللوتيل. شنو الاطباق التونسيه اللي كليتو؟ كليت كفتاجي مثلا؟ لا ما داروهناش، داروا لنا الملوخيه كليناها، داروا لنا مكرونه، داروا لنا سباغيتي مليحه، داروا لنا كسكسي دقت اليوم لقيت لي بواسون. الكسكسي التونسي باهي بنين؟ باهي خاطر انت شفتونا باهي، انا خاطر رحت للعرس. لا انت تو كي نحكيو على الماكله، الماكله زاد نلقاوها في العروسات، انتم العروسات نتاعكم كيفاش؟ الاهم لي بلا اللي طيبوها كيفاش؟ الاجواء العرس كيفاش؟ نديرو هذاك كيما قلت لك انت تريده، نديرو شوربه، نديرو سلاطه فاغي من كلش، نديرو شخشوخه، طاجين جبن، دجاج باللحم، دجاج محمر معاه شخشوخه. والاجواء العرس نتاعكم تجيبوا فرق موسيقى كيفاش الاجواء؟ هاي نجيبوا عنا العيساويه، نجيبوا بها العروسه، عنا جيجي فقيرات. تو انت مثلا بنتك تزوجت، كيفاش مراحل العرس من الاول حتى كش توصل للواحد؟ خرجتها بالعيساويه. هاي خرجتها بالعيساويه، وراحت لاسال ودرت حنتها، ودرنا الحلاوات، ومن الحلاوات درنا العشاء. كاين جوكي، كاين كلش. انتم الزواج في الجزائر ولا انت عائلتك تحبوا الجواز تقليدي ولا زواج الاخر؟ انا زواج تقليدي من عائلات. تقليدي مليح، بعدها كل واحد وظروفه. ظروفه شو معناها حاجه؟ استجيغ ظروفه، كل واحد واش عنده. انت تشرط على راجل بنتك ولا تشرط عليه فلوس دراهم برشا ولا لا؟ لا احنا نديو غير الشرط الاول تاع الحلال، هذاك شرط نطلبوه، لازم تاع الحلال. ولدك تتزوجي له انت ولا يمشي يتزوج يختار واحد؟ لا هو لا بس عنده ناسيوناليتي تونسيه. ايه ومرت ولدي عندها وحده مخلطه. عندها جنسيه تونسيه ولا؟ ايه معناها ولدك ماخذ تونسيه. هو هي عايشه عندنا اللي هي عايشه اللي هي، ودارت عرسها اللي هي كيما احنا. هي عايشه، ما هي باهت بهدل الاوراق يجي لهنا الكونسيلا لهنا. هي اصلا تونسيه وعايشه في الجزائر. طيب لكم الماكله التونسيه، احكي لنا عليها اخلاقها. الماكله التونسيه تاعها حاره، احنا ما ناكلوش الحار، الجزائر ما ناكلوش الحار. ما ناكلوش الحار؟ لا هكا تاع جهه بسكره وروح ياكلوا الحار، احنا لهنا جهه الشرق لا.
حنا قراب واش هادشي ومحسب زي بعضنا هكا في الجزائر كي يجوا لتونس يقولوا عباره في الجزائر والتوانسه كي يمشيو للجزائر يقول لك عباره في تونس. ايه صح صح سي فري. ان شاء الله تكون محبه. هذا واش نطلب. مره زرت تونس؟ ياسر. قداش؟ انا كل عام نجي هكا توريست هكا لوتيل وجيت حضرت العرس تاع واحده بنت اختي جدات واحد تونسي وقالت أسنى هو عايش في الجزائر حتى كي جبناها ودخلنا بها هي غنيه اونجيغي دخلت لهم مينيستر دخل لهم هي غنيه صح غنيه. والعرس عاد مليح؟ لهنا العرس كامله. كيفاش؟ هي اللي كانت لاصال داروا غير الحلاوات بركة دي جي وحيدوا فضل مي حنا درنا فيه. غادي خير؟ لا هي خير حنا كوكتيج وعروسة حتى هي اللي حنا درنا لها كوكتيج مي مش كيما حنا عيساوية والدنيا. يا حاج ولا خير ونخليك، باش واحد ينجح في حياته، شنو الصفات اللي لازم تتوفر في المرأة باش واحد يمشي خيرها؟ شنو الحاجات اللي لازم تتوفر فيها؟ تكون بنت فاميلة، تكون فحلة في دارها، تربي صغارها. وتعطي القدر الاهل راجلها قدرهم. يعني الماديات مش مهمه برشا. فوالا.